بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوجب الله عز وجل علينا محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك عقدا من عقود الإيمان، فلا يتم إيمان عبد، عباد الله، حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، وأكثر من ولده، وأكثر من والده، وأكثر من الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية: تقديم الوالد على الولد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقيل رواية: تقديم الوالد على الولد من أجل السبق والإجلال، وتقديم الولد على الوالد من أجل الشفقة. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أكثر من حبنا للأولاد والآباء والأمهات وللناس أجمعين، كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر بن الخطاب. والخطاب لرجل من الأمة خطاب لجميع الأمة. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون إليك من نفسك. فراجع عمر نفسه مرة ثانية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذا خطاب لكل الأمة، أن تكون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم لأنفسهم
وأكثر من محبتهم للناس أجمعين. وقرر ذلك في قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز لأحد أن يحب شيئا أكثر من حبه لله عز وجل حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية وحتى يفدي العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يفدي دين الإسلام بكل ما يملك، كما حدث لخبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهلي وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الرضا، ويصاب أنف محمد برعاف. كذلك يفدي العبد دين الإسلام وراية الملك العلام بكل ما يملك. فلما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. بذلك عباد الله تظهر راية الإسلام ويعلو دين الملك العلام، ولا يمكن أن ترتفع الراية وأن يصل المسلمون إلى الغاية إلا بهذه المحبة التي تدعوهم إلى البذل والتضحية. وأعداء الإسلام يكيدون للإسلام من الداخل والخارج، فهذا القرد الأسود يقرر أن يرسل 30,000 جندي أمريكي إلى بلاد المسلمين، وقد كان المسلمون يستبشرون به ويظنون أنه أتى من أجل أن يعيد الناس إلى العدل وإلى الإسلام، كما حدث لمن أسقط الخلافة الإسلامية، عمل بعض الأعمال التي ظن الناس بها أنه فارس الإسلام حتى خدع شوقي وقال: الله أكبر كم في الشرق من عجب، الله أكبر كم في الشرق من عجب، يا خالد الترك جدد خالد العربي. فكان يشبهه بخالد بن الوليد، فإذا بالخبيث الماكر يسقط الخلافة الإسلامية. وهذا القرد الأسود أوهم الناس أنه أتى من أجل السلام ومن أجل أن يعيد الاحترام للبلاد الإسلامية، فإذا هو أخبث من القرد الأبيض. فالكيد للإسلام وأهلي عباد الله في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، والمسلمون لا يمكن أن ترتفع رايتهم إلا بهذه المحبة التي تدعو إلى البذل والتضحية والفداء. لا بد أن يتربى المسلمون على حبهم لدين الله عز وجل، لا بد أن يعرفوا أنه يجب عليهم أن يفدوا دين الإسلام بدم وأن يفدوا رسول الإسلامهم ثبت للنبي بمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عز وجل الأمة بتوقيره وبتعظيمه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد من أصحابه: يا محمد يا أبا القاسم، كما ينادي بعضهم. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم بتجهم، فأمرهم الله عز وجل أن يوقروه وأن يعز وأن ينادوه بكنية النبوة: يا رسول الله. بل ما ناداه الله عز وجل باسمه العلى، وقد نادى على الأنبياء بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا موسى أقبل ولا تخف، ولكنه ما نادى
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وما ذكر الله عز وجل اسمه العلم إلا وأعقب ذلك بما يدل على شرفه وفضله، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلا يجوز لأصحابه أن ينادوه باسمه، بل يوقرونه بكنية النبوة وكنية الرسالة، لأن العبد إذا بلغ غاية الشرف يكنى عن اسمه، فلا ينادى الملك باسمه، ولا ينادى الأمير باسمه، بل يقال: يا أيها الملك، ويقال: يا أيها الأمير. فرتبة النبوة ورتبة الرسالة هي أعلى الرتب، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، فهو أولى بكل توقير وأولى بكل تعظيم. وكذلك لا يجوز لأمته أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، أن يقولوا حتى يقول الله عز وجل، أو يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التزم الصحابة الكرام بهذا الأدب العظيم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أي يوم هذا؟ يعرفون أنه يوم النحر، ولكن قالوا: الله ورسوله أعلم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسميه باسم جديد. قال: أي بلد هذا؟ وهم يعرفون أنها مكة المكرمة، ولكن توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول: الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم. أدب مع الله عز وجل، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض. وكان الصحابة يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خشية أن تحبط أعمالهم، مع أن أعمال الصحابة رضي الله عنهم لو عمر أحدنا عمر نوح عليه السلام كل ذلك في طاعة الله عز وجل لا يبلغ ذلك ساعة من الصحابة الكرام مع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك تهددهم الله عز وجل أنهم إذا رفعوا أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. كذلك علينا عباد الله إذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي علينا أن نرفع كلامنا فوق كلامه، لأن هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نقول: قال فلان، ولا نقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من لزوم الأدب ومن واجب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع الصحابة جرس أصواتهم فوق جرس صوته صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز لنا أن نقدم الآراء والأهواء على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فإذا كان لا يجوز إذا قال الله عز وجل أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون لأحد قول مع الله عز وجل أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز أن نقدم قولا أو منهجا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك إذا كانوا معه على أمر جامع لا يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما المؤمنون الذين إذا كانوا نهى الله عز وجل الصحابة الكرام إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا حتى يستأذنوه، فهذا من الأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فالتوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله عز وجل من الأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفديه بالآباء والأمهات وأن نفديه بالأنفس، كما قال الله عز وجل: النبي أولين من أنفسهم، أي أنهم يجب عليهم أن يفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوسهم. وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا يجوز لأحد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبخل بأن يبذل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان من حال الصحابة الكرام. فهذا علي رضي الله عنه في ليلة الهجرة ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتغطى ببرده الأخضر، والمشركون يقفون على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون، فيجدون علي نائما فيظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي الله عز وجل عليهم النوم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وقد ألقى الله عز وجل عليهم النوم، فكلهم نائم وكلهم يحمل السلاح يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي النبي صلى الله عليه وسلم التراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم يمر بهم رجل فيقول: ما تنتظرون؟ يقولون: ننتظر محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم: خيبكم الله، لقد خرج محمد صلى الله عليه وسلم ووضع على رؤوسكم التراب. فيجعل كل واحد منهم يده على رأسه فيجد التراب، ثم ينظر فيجد شخصا مغطى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: هذا محمد ما يزال نائما. حتى إذا أصبح الصباح دخلوا عليه، فإذا هو علي رضي الله عنه. كان يمكن أن يقتلوا عليا، وهذا بالقياسات البشرية، لأنه سهل خروجه وسهل هروبه من بين أيديهم، ولكن علي رضي الله عنه وكل فرد في الأمة ينبغي عليه أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريق الهجرة إذا بأبي بكر يمشي طارة أمامه ويمشي طارة خلفه صلى الله عليه وسلم، فيسأله فيقول: أتذكر رصدا، فأخشى أن يأتي أحد من خلفك، وأتذكر أن يقدمنا ويقابلنا أحد فأمشي أمامك. ولما بات معه في الغار أشفق على رسول الدعوة وقال: لو نظر أحد تحت قدميه لأبصرنا، فلا يخشى على نفسه بل يخشى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ويعاتب الله عز وجل أهل الأرض كلهم إلا أبا بكر رضي الله عنه، فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. كان من آمن بدعوته من أهل مكة هاجر إلى المدينة، ومن آمن بالمدينة كان بالمدينة وخرج، ولم يكن معه إلا أبو بكر رضي الله عنه. فلو تخلى أهل الأرض كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن ينصره الله على إلا تنصره فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لا بد أن ينصر الله عز وجل رسوله، ولا بد أن ينصر الله عز وجل دينه. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لينزل نصر الله عز وجل على المتعاطفين بالإسلام، على المتعاطفين مع الإسلام، يحبون أن ينتصر الإسلام كما يحب الناس أن ينتصر فريق من فرق الكرة. بل الناس اليوم يبذلون في فرق الكرة من جهدهم ومن اهتمامهم ومن مالهم أكثر مما يبذل أكثر الناس لنصرة دينهم، ويحبون أن ينتصر المنتخب المصري أكثر من حبهم بأن ينتصر دين الإسلام. كيف يتنزل نصر الله عز وجل على أناس أحبوا شيئا أكثر من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يبين كيف يكون حب المسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب أهل الأوثان. والذين يعبدون غير الرحمن لأوثانهم وأندادهم، فهذا مما يتميز به أهل الإسلام، المحبة الشديدة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. سئل أحد المفكرين عن معنى الشهيد، قال: الذي يشهد بأن دين الله عز وجل أغلى من حياته هو لا يشهد بلسانه، ولكنه يشهد بلسان حاله، إنه يبذل حياته من أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لا يجوز للمسلم أن يعز شيئا على الله عز وجل كما فعل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. لا يعز هذا الولد الوحيد وهذا الولد الذي أتاه على كبر وعندما بلغ معه السعي وصار ملء العين والبصر، لا يبخل به عن الله عز وجل، فعندما أمر بذبحه هم بذبح الولد لله عز وجل، وترتفع بذلك رايات من رايات الإيمان، وتضيء بذلك منارات من منارات العقيدة. وهكذا يجب على المسلم عباد الله أن يعز دين الله وأن يرفع دين الله عز وجل، ولو أنفق حياته سببا لذلك. لا يفكر بعقلية أهل الأرض وقياسات أهل الأرض، بل يفكر بعقلية أهل الجنة، ويفكر بعقلية الإيمان وبقلب الإيمان، لأن الدنيا زائفة زائلة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فينبغي علينا عباد الله أن نربي أنفسنا وأولادنا على محبة الإسلام وعلى محبة نبي الإسلام، وأن نكون على استعداد للبذل من أجل إعزاز دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أي ينبغي إذا لم يكن الإنسان في غزو وفي جهاد لإعلاء راية الله أن تحدثه نفسه بالغزو، وأن يتمنى أن تكون هناك معركة يعز فيها دين الله عز وجل وترتفع فيها راية الله عز وجل. ونحن إذ نقول ذلك عباد الله ننكر ما يحدث في أرض باكستان وما يحدث في العراق من الدماء المسلمة التي تسيل على الأرض، بل هذه من علامات قرب القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الزنا ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فإذا رأى العبد الأخبار اليومية مئات من الدماء تسيل على بلاد المسلمين ولعلها بسلاح المسلمين، نقول لهم: لا يجوز ذلك، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، كما كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله حرمك وشرفك وكرمك، ولكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، مهما كانوا متأولين،
يقولون نريد أن نخلخل النظام من أجل أن يسقط النظام الحاكم في باكستان ومن أجل أن يسقط النظام الحاكم في العراق. نقول بدماء الأبرياء وبدماء المسلمين تريدون أن يسقط النظام، بل بدماء الكافرين المعتدين. عليكم بالأمريكان وعليكم بالروس وعليكم باليهود، هذه الدماء المعتدية، وهؤلاء الذين يعتدون على بلاد الإسلام إذا لم تتمكنوا منهم تريقون دماء المسلمين. نقول لهم هذا ليس من الجهاد، بل هو من انتهاك حرمات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبأي حجة عباد الله تسيل هذه الدماء، دماء الأطفال والنساء والشيوخ؟ هل بحجة أن يتخلخل النظام وأن يسكت النظام وأن يسقط النظام؟ كل هذا لا يجوز عباد الله. هذه الدماء دماء محرمة، ولكن عليكم بالكفار المعتدين الذين يهاجمون بلاد المسلمين والذين ينتهكون أموالهم وينتهكون أعراضهم، ولكن لا يجوز لكم أن تريقوا دماء المسلمين. لعل بعضهم يستدل بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في التتار، وشيخ الإسلام أفتى إذا كان عند العدو أسرى من المسلمين، عنده 10 أو 20 مسلما وتترس بهم، أي جعلهم ترسا من أجل ألا يقاتلهم وألا يقتلهم المسلمون، فقال: يجوز قتل هؤلاء المسلمين من أجل القضاء على الكافرين ورفع راية رب العالمين. فهذا إذا قتل عدد محدود من المسلمين وكان وراء ذلك ارتفاع الراية والوصول إلى الغاية. ولكن لم يفت شيخ الإسلام بأنه يقتل عدد من المسلمين كل يوم، وقد يقتل جندي أو جنديان من الكفار مع 10 أو 100 المسلمين، هذا لا يجوز. وما أفتى بذلك شيخ الإسلام، ولا يجوز لأحد عنده مسكة من علم أن يفتي بذلك، لأن دماء المسلمين محرمة وأعراض المسلمين محرمة وأموال المسلمين محرمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. المواقف الإيمانية عباد الله مواقف يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويعز دين الله عز وجل ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل، وتبقى هذه المواقف الإيمانية رايات منشورة على طريق الله عز وجل. هذه الرايات قد تختلف في ارتفاعها وفي ألوانها، ولكنها جميعا تشير إلى عزة الإيمان وإلى بركة الإيمان. فكلما رفع المؤمنون رؤوسهم ورأوا هذه الرايات المنشورة يزدادون تمسكا بدين الله عز وجل وبذلا لإعزاز راية الله عز وجل. هذه المواقف عباد الله مواقف كريمة شريفة تؤثر عن الأنبياء وتؤثر عن الأولياء وتؤثر عن العلماء. بهذه المواقف عباد الله تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين المتعززين بالله عز وجل. كيف كانت مواقف صحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف فدوه بدمائهم وكيف فدوه بأنفسهم في يوم أحد عباد الله، بعد أن انتهت المعركة في 15 من شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وقتل من المسلمين 70 وجرح من جرح، وكان في من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يريد أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شافة المسلمين
وأن يبيد خضرأهم وأن يقضي عليهم قضاء نهائيا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى الخروج إلى حمراء الأسد ثاني يوم غزوة أحد في 16 من شوال. ما قال الصحابة: نحن عدنا بالأمس وقتل من قتل منا وجرح من جرح منا وما تزال جروحنا تسيل دما، ولكنهم استجابوا لله عز وجل وعظموا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف العظيم. فقال عز وجل: الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. موقف إيماني عباد الله في تعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وموسى يدعو قومه لدخول بيت المقدس ويعدهم أنهم إذا دخلوا فهم منتصرون. قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فانظروا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب موسى. كذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر وتكلم وأحسن الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر وتكلم وأحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن الأسود فقال وأحسن، فقال: أشيروا علي أيها الناس. ففهم سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه يقصد الأنصار، لأن الذين تكلموا من المهاجرين، ولأن بيعة العقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار الكرام أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم، وبدر خارج المدينة. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن فرحا وطربا بقدوم روحه، فقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: امضي يا رسول الله لما أمرك الله، فقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فوالله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تحب. وأراه الله عز وجل من الأنصار ما يحب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا، وقال: آية الإيمان حب الأنصار. وقال: بأنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وهو جنة الله عز وجل. وقال لهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض وسترون بعدي أثره. مواقف إيمانية عباد الله للصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخلو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد أن فر الصحابة رضي الله عنهم وعفى الله عز وجل عنهم بفضله وكرمه، وبقي معه 11 أنصاريا، وطلحة بن عبيد الله أحد المهاجرين وعشرة المبشرين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم وقد راقه المشركون؟ فيقول طلحة: أنا. فيقول: كما أنت؟ فيقول أحد الأنصار: أنا. فيقول: أنت. فيقاتل حتى يقتل، ثم راقوا فقال: من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا.
تسابخ لأن يفدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كما أنت فيقول أحد الأنصار أنا، فيقول أنت فيقاتل حتى يقتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا، أي أنهم جميعا فدوا رسول الله وقتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله ولم يبق غيره، فقال أنت، فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا، ووقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده. كان سام يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده، وكان أبو طلحة الأنصاري يجوب بظهره على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم، ترتشق الأسهم في ظهره ولا يتحرك، يفدي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طلحة لما شلت يده حسي، أي كلمة توجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. مواقف إيمانية عباد الله في محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بذلك ارتفع الإسلام عباد الله، ارتفع الإسلام عباد الله. فكان بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية بعد 13 عاما من الفترة المكية عم الإسلام جزيرة العرب. وكان من علامات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأقر الله عز وجل عين نبيه صلى الله عليه وسلم بنصر الله والفتح. فإذا وجدت هذه الروح الجهادية وهذا البذل وهذه التضحية وهذا الحب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا الاستعداد للبذل من أجل أن يرتفع دين النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يرتفع الإسلام. فبعد 10 سنين من الهجرة المباركة كان الإسلام قد عم جزيرة العرب. ثم لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك رجالا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم على عينه صلى الله عليه وسلم، ففتحوا البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يفتحون البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام. هذا خالد رضي الله عنه يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ثقة بنصر الله وثقة بوعد الله عز وجل. ويقف الفارس المسلم عقبة بن عامر على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرس هذا، فلو علم أن وراء البحر الأمريكتان لخاض المحيط بفرسه من أجل أن يفتح الأمريكتين بدين الله عز وجل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام قمما شامخة في سماء المجد والرفعة، يبذلون أنفسهم من أجل إعزاز دين الله عز وجل. يروى أن أبا أيوب الأنصاري كان في حرب الروم، وخرج من الروم صف، فخرج لهم من المسلمين صف أكثر منهم، قال: فخرج رجل من صف المسلمين فدخل في صف الروم، فقال بعض الناس يلقي بنفسه إلى التهلكة، فقال: لقد نزلت فينا هذه الآية معشر، لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا نمكث في أموالنا نصلحها، لأن المسلمين صاروا كثيرا فهم يبذلون، وقد بذلنا في بداية الأمر. فنزل قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فليس الجهاد
وليس البذل لرفع راية رب العباد، ليست هذه هي التهلكة، بل التهلكة عباد الله في أن يترك الناس البذل والجهاد والاستشهاد من أجل إعزاز دين الله عز وجل. التهلكة عباد الله أن نمكث في أموالنا نصلحها إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الأمة الإسلامية اليوم فقال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاطها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، المسلمون مليار وثلث المليار أو نصف المليار، ما يقرب من ربع سكان العالم، ولكنهم يتسلط عليهم ويتحكم في مصيرهم أوروبا الكافرة الغربية وأمريكا الفاجرة والشيوعيون. لماذا؟ لأن المسلمين تركوا سبب عزتهم وكرامتهم. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصاتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ لأنهم ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون الشجاعة ويعرفون الجهاد ويعرفون طريق الاستشهاد. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالأمة تحتاج عباد الله إلى الرجوع إلى دينها وإلى التعزز بكتاب ربها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه ارتفاع شأنكم وفيه رفعتكم، أفلا تعقلون. محتاجة إلى أن ترجع إلى نبيها صلى الله عليه وسلم بالتوقير والتعظيم، وأن يفدوا دينه وأن يفدوا رسالته بالدماء والأموال والمهج. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بالأمريكان الغاصبين واليهود الحاقدين، وعليك بالشيعة والشيوعيين. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.